كرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، حيث ننقل لكم بهذا اليوم يوم انطلاقات اشواط اللقاية بالفترة الصباحية ضمن تحديات هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير هنا على ارضية ميدان الوثبة. اعلنت قبل قليل انطلاقة شوطنا الثامن خصص لمنافسة الجعدان المهجنات اللقاية. نتمنى لجميع المشاركين ولجميع الاسماء والشعارات وهذه الاسماء ايضا العديدة والكثيرة المشاركة بهذا المهرجان، نشاهد المشاركة الواسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، أتوا للمشاركة بختام الوثبة، ختام الختاميات بنهاية هذا الموسم. نشاهد هذا الشوط ونتابع مجرياته وسنأيضا نعطيكم تفاصيله وأحداثه. سنشاهد المتعة والإثارة ما بين هذه الأسماء العديدة المشاركة بهذا الشوط. نذهب مباشرة لنتعرف على الأسماء المنطلقة والأسماء المتقدمة. أجد المتقدم مهند لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت يقدم مهند على المركز الأول، يتقدم هذه الأسماء المشاركة. نجد في المركز الثاني لاهوم بن سعد بن طالب الفهيد المري يقدم أيضا اسم نجد المتواجد على المستوى الثاني. المركز الثالث هذا مايهاب ناصر بن حميد بن عوي الشامسي يقدم مايهاب، ينطلق على المستوى الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع اللي وصل في المركز الرابع وتقدم في هذه اللحظات الجامح لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني. بينما المركز الخامس الوصول يأتي من أدهم لسعيد بن سالم بن حمد العويسي، يقدم أدهم بالمستوى الخامس بهذا المسار الجميل. بينما نقلتنا التالية إلى المركز السادس، هناك ناشب لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي، يقدم ناشب ينطلق بدوره على المستوى السادس في هذه الانطلاقة الجميلة بتحديات شوطنا الثامن للجعدان المهجنات. نشاهد المركز السابع اللي تقدم في المركز السابع مايهاب ناصر بن حميد بن عوي الشامسي. بينما المركز الثامن الذي بدأ بالتقدم والظهور، يا سلام يا الأسماء المتواجدة بهذا الشوط، لماح لمسري بن سالم بالعرطي الحميري مقدم لماح ينطلق بدوره في المركز السابع أو المركز الثامن. بينما نقلتنا التالية إلى المركز التاسع لنتعرف على العشر المراكز الأولى المتقدمة بهذه الانطلاقة الجميلة. تقدم في هذا المسار ضافي لعتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بن كديدة، يقدم ضافي في المركز التاسع. بينما عاشر المراكز عاشر التحديات نختتم بهندان الأول لهذا المسار الجميل، مبشر لسعيد بن راشد بن خليفة المسافري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا المسار الجميل. أعداد كثيرة، مشاركة واسعة، التبادل ما بين المواقع مستمر، الجميع يبحث عن هذه النقطة الذهبية بختام الختاميات بختام الوثبة. يا سلام، بدأنا بانتصاف مسافة الخمسة كيلومترات، قطعنا الألفين والخمسمية والمتبقي نفس المسافة الماضية. مسافة كافية للتغيير، مسافة كافية لنشاهد المتعة، لنشاهد الإثارة، لنشاهد المنافسة ما بين هذه الأسماء القوية المشاركة. عودتنا إلى نجد المتقدم لهذه المجموعة المميزة لاهوب بن سعد بن طالب الفهيدة المري، من يقدم نجد بهذا المسار وبهذا الأداء وبهذا العطاء. لكن شوف التقدم، أنا مبشر لسعيد بن راشد بن خليفة المسافري اللي ناديناه قبل شوي في المركز العاشر. شوف انتقاله من موقع إلى أفضل، بدأ يستلم زمام الأمور، بدأ يتقدم هذه المجموعة، بدأ يتقدم هذه الأسماء. يا السلام، ينبشر لسعيد بن راشد بن خليفة المسافري. بينما نجد في المركز الثاني لهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري، بينما اسم جديد بدأ بالتدخل وهو الباز لعلي بن عبد الله الفهيدة المري، يتقدم الباز ينطلق بدوره إلى المستوى الثالث. شوف الوصول اللي وصل بأول نداء. يا سلام،
اليوم هذا المليون سالم بن محمد بن يمع الساعدي وصل بمهنة قادم من السلطنة من ميدان المشرف للمشاركة بهذا المهرجان. مرحبا يا سعور يا راعي المليون، لكن عودتنا إلى مبشر وانتقالته إلى الصدارة سعيد بن راشد بن خليفة المسافري، لكن تحرك الباز في هذه اللحظة. علي بن عبد الله الفيدة المري والمليون، سالم بن محمد بن يمع الساعدي في المركز الثالث، نجد في المركز الرابع لهو بن سعد بن طالب الفيدة المري، افتتحنا و1200 متر الأخيرة، مسافتنا المتبقية عن نهاية هذا المسار، عن الوصول إلى خط النهاية وبانطلاقة وبتقدم الباز لعلي بن عبد الله الفيدة المري. هذا هو البطين من يدشن أمتار الكيلو المتر الأخير، بدأ بتقليص هذه الأمتار إلى الوصول إلى نهاية المسار. المليون يتقدم إلى المستوى الثاني، سالم بن محمد بن يمع الساعدي، روح يا أبو مهنة الأمتار الأخيرة، لكن الباز صامد تقدم مبشر، وصل نجد، لكن هذا هو الباز، وصل المليون، الباز مع البطين ما زال صامد بالأمتار الأخيرة بجولة الأمتار جولة الأوامر. المليون سالم بن محمد بن يمع الساعدي من يغير بهذه الأمتار، لكن وصل نجد لمحمد، وهذا هو نجد له بسعد بن طالب الفهيدة المري، يعود للمنافسة من جديد، لكن المليون صامد، اصمد يا أبو مهنة وروح إلى خط النهاية. لكن نجد بالأمتار الأخيرة بدأ بالتغيير، المليون ونجد لكن نجد من يغير بالأمتار الأخيرة له بسعد بن طالب الفهيدة المري. هذا هو المري من يعود لنا بنجد من جديد لكي ينهي هذه المسيرة بهذا الفوز وبهذا الانتصار. تهانينا والناموس للهو بن سعد بن طالب الفهيدة المري، مالك نجد مقدمه بهذا المستوى وبهذا العطاء وبهذا الأداء. هذه لحظة الوصول، سلام للمملكة سلام، هذه لحظة وصول نجد. المليون اللي ما قصر في المركز الثاني سالم بن محمد بن يمع الساعدي، المركز الثالث كان الوصول من أدهم صبح بن محمد الغفلي، أيضا وصل في المركز الثالث، بينما المركز الرابع كان الوصول من نجد لمطر بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الخامس كان الوصول من الشاعر لحاتم بن سعيد بن حمد اليحافي. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة بشوطنا الثامن للجعدان المهجنات. استطاع نجد أن يحسم مجريات الشوط مهديا مالكه لهو بن سعد بن طالب الفهيد المري، نقطة من ختام مهرجان الوثبة. هذه لحظة وصول إلى خط النهاية معلنا بذلك بأنه هو البطل المتوج بهذا الفوز وبهذا الانتصار. نجد لله بن سعد بن طالب الفهيد المري، قاطع مسافة الخمسة كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 7:18 و6 من الثانية. تهانينا له بن سعد بن طالب الفهيد المري. المركز الثاني المليون اللي ما قصر، أدى أداء مميز لسالم بن محمد بن يمع الساعدي، 7:19 9 من الثانية، بينما المركز الثالث كان أيضا وصول من أدهم لمصبح بن محمد بن شمال بن محمد الغفلي، قاطع المسافة أيضا ب7:22 8 من الثانية. تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل،